Inch'Allah, j'ai vu que nous cousions. N'est-ce qu'on garde une position? Goudim, le tout vision. Les sergeaux, fais nous mention. Le rasme et les jabins, le tout c'est un méchant. Qui chide, fais le face. Ya Habibi, à quoi? Qui fait chide, fais le couloir. Ya Habibi, à Nawa. Intimé, ou le zir, intiché, ou le zir. Fais nanino, mes chahis. Hein, quand je trouve, je m'achis sire. Dis le zitou, nos grissas. Aïe, nino, nos glas. C'est le zir, ou le doux, ou le gounou, à beaucoup. L'aide, le zir, mais c'est bien, que le yer, le tout c'est. Le tout c'est, condition, le cousin, le promotion, le position, le promotion, le maximum. Arrête, m'sieh, guide que je fais motion. Ah, هو الكل طبل طبال صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التمساح. ضيفنا اليوم فنان استعراضي كنت طالبته أنه يكون بين الضيوف اللي واجهوا التمساح. طب الرشراش طب الرشراش وين واغتراش حبي مجاش نايم لحيرها. شمس الدين باشا اللي جاء للبرنامج على أساس سهرة تلفزية كالعادة باش يغني ويحفل. الكل على أحر من الجمر في انتظار، لكن في الأثناء حصلت مفاجأة. شوي جاهلي كمان زي مزيل يا كان حسيت كسر يا خي وينك جامد ايه ده شنو غير خلال عيطوا شنو هي العزوز اللي هي بعد اربعه مش هتقول لي شي ورغم محاولات فريق البرنامج بإقناع شمس الدين باشا فإنه خوفه كان أصلا من صعود لاسانسور. خيبة الأمل متاعنا كانت كبيرة كما نتصور خيبة أملكم في هاللحظات. صحيح شمس الدين ما حصلش، أما هكا تصورنا تكون ردة فعل. باش نعوضوا لكم ضيفة أخرى المطربة منيرة حمدي واللي كانت مصحوبة بالحلاق متاعها المشهور مهدي حجاج. شنو هذا؟ اسمه ذا؟ شنو هذا؟
سامحني لانا ايتاج ماشين يفرحك يفرحك كلمني الساعة 10 وتخزيه مين انتوما وين ماشين بالضبط امان امان شنو اللي ذا اللي تو تاو شكون ماشين سامحني انتوما امان يفرحك سامحني لا لا شكون ماشين امان عايش خويا هيك حل ولا عبطني ولا تعال قول لنا ماشين قول لنا ايتاج ماشين امان مش حلوة هذا راهو سامحني تقول لنا ايتاج ماشين انت تحرك الشاي ما عرفتش انا قال لي شكون جايين انتوما شكون جايين شكون جايين شكون جايين شكون جايين هنا في العمارة انتوما امان عايش خويا يفرحك امان حل امان ما نعرفش ما شكون ماشي انت شكون ماشي وانا ما نعرفش قليت على التوازيام انت جاي لهنا العماره لشكون ماشيه شنو شكون ماشي في العماره قال لي عندك تصوير توا تصوير في الدوزيام ايتاج تصوير في الدوزيام ايتاج انزل على الدوزيام امان عايش خويا هبطني في صحي يفرحك باش نموت انزل على الدوزيام امان مش حلو انا نلعب الكل يخاف شو زاد حلو زاد اي فتحو زاد حلو امان يفرحك امان امان يفرحك امان ما هذا بتفتلك ليه؟ مين يا ساندر؟ ألو؟ يفرحك شنو هذا اللي قدامي تمسيح ولاش مسخت على راسك؟ في ترازيام انتوما؟ ايه يفرحك كمان؟ انتوما في ترازيام؟ ما تفاجعوش منه تفاجعوا ما تكلموش يفرحك كمان عشان هذا خاف ما تكلموش ما تكلموش معاه السيد ما كان عندكم حاجة رزينة ربي ماله يفرحك والله خاف ما هذا بتفتلك ليه أمان؟ كان عندكم كان عندكم حاجة ربي ماله يفرحك والله خاف ما هذا بتفتلك ليه أمان؟ واو نفسه بكده شهيق زفير يا ما ليش اسمع عليك زفير شهيق بدل بدل يفرحك كمان ارمي له حاجه كان عندكم لا لا شيء حل حل ما تخافوش نفسك نفسه ما تغزلوش تغزلوش نفسي اغزل بعضكم ما تهمكوش ارمي له كان عندكم موجينا ولا بورتابل توريد امان يفرحك يا بنتي اسمع عطاو نرجع لك تون كلم سامي ونرجع لك الو لا تحلو سمعتي دوخة المرأة امان يفرحك الخاف امان مش حلو لا والله الخاف انا طالعين لكم انا طالعين انا طالعين انا طالعين اي بيه دخل اسمعني اسمعني يفرحك انا طالعين ارمي لكم الكلام يفرحك باش ندوخ راني والله بالعقل خاف امان اي بيه دخل اسمعني اسمعني يفرحك ابشر بيش فرحك باش ندوخ راني والله بالعقل خاف امان مش باهي ما تدوخش قدام التمساح هاني جايكم هاني جيتك هاني فرحك حلا
ما تغزلوش تغزلوش اغزل اللي معك اغزل اللي معك اغزل اللي معك انا جاي اغزل المهدي اغزل المهدي انا جاي يفرحه كمان يميتي كان يتصيب يميتي 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 حمدي جيت على اساس انفيتي عند معز بالغربيه تلقى روحك انفيتي عند التمساح قال عاد الامام ده انا خاف من الكلب يطلع لي اسد مش نموت تعرف التوغزر يدي التو انا روحش والله منيره ما خممتش ما جاكش في مخ ليا كاميرا كاشيه ولا ما لقيتش الوقت باش تخمم ليه ما خممتش حتى باش ننصح نقول لك اش تعمل في التليفون ما خليتنيش نحكي نتاعك خفت انا تي انا فارك نشوف ونوري نرعش خنفوسها نخاف منها هما هذاك تمساح يمينتي منيره فما دي زانفيتي قرب لهم التمساح الباب بالاسانسور فما اللي داخل حتى التمساح داخل راسه في وسط الاسانسور انا كان عملتوا لي هكاك راني مط ان شاء الله ما فزعنكش برشا فزعت والله فزعت اني كان يطلع عندي صفير يمي مش نحل الغدوه والله عايشك عايشك نحبكم قاعدين بوزيسيون قدام التلفزيون نتفرجوا في الميمونسيون لو راس مي لي جبان لو تمساح الميجون كي يشد في القفص يا حبيبي عفواس كيف يشدك في الكروا يا حبيبي عالنوار انت ناي ولا وزير انت شي ولا صغير فنانين ومشاهير ادخل نشوف واش باش يصير ديلو زيتون وقصاص عيطنين من الغلاس اللي يصيحوا ويلي يدوخوا ويلي يغنوا عالبخو تمساح هو الكل طبل طبال